شهد مركز الفنون افتتاح المعرض السنوي لجمعية البحرين للفنون التشكيلية، وذلك بحضور معالي الشيخ راشد بن خليفة آل خليفة رئيس المجلس الوطني للفنون والرئيس الفخري لجمعية البحرين للفنون التشكيلية، وسعادة الشيخ خليفة بن أحمد بن عبد الله آل خليفة رئيس هيئة البحرين للثقافة والآثار، والشيخ مروة بنت راشد آل خليفة رئيسة جمعية البحرين للفنون التشكيلية. ويأتي المعرض هذا العام احتفاء مرور 40 عاما على تأسيس الجمعية، ليؤكد الدور المحوري الذي تلعبه في تطوير ودعم الحركة التشكيلية في مملكة البحرين. ويشارك في المعرض 84 فنانا بحرينيا قدموا أعمالا تتنوع بين الرسم والنحت والتصوير والوسائط المتعددة، مما يعكس مدى غنى الثقافة البحرينية وتنوعها. المعرض الذي يستمر حتى 15 من ديسمبر الجاري شهد إقبالا كبيرا من قبل الزوار الذين اطلعوا على أعمال تجسد رحلة تطور الحركة التشكيلية في المملكة، والتي أصبحت نموذجا للتفاعل الثقافي والإبداعي. هذا المعرض الذي يضم أغلبية أعضاء الجمعية، ويسرني أن أشوف في أيام واحتفالات يوم المرأة أن الأعداد المشاركة في هذا المعرض الأغلبية منهم هم النساء يعني. وبهالمناسبة يعني أبارك لهم على مشاركتهم وإنتاجهم الغزير والفني ومستواهم اللي الحقيقة في دائما في تطور. المعرض السنوي من أهم المعارض للجمعية، واحتفال حلو لنا أنه يكون لنا 40 سنة من 1983. اللي يميز المعرض السنة عدد المشاركين، السنة الحمد لله 86 مشارك، فكل مرة يكون عندنا المعرض نحاول أنه يكون العدد أكبر، والحمد لله مركز الفنون يعني يستوعب هذه العدد من الأعمال. نحتفي به مركز الفنون، يعني هذا المكان اللي يضمنا كنا كفنانين، والفنانين تطوروا تطور ملحوظ، وأصبح الفن يعني يدخل في مسارات نستطيع أن نقفز به إلى العالمية. الفن متجدد، الفن ما عاد بس فقط لون وريشة، الفن أصبح بعدة خامات. مشاركة جمعية الفنون التشكيلية في البحرين، الاجتماع السنوي والمعرض السنوي اللي نسويه، كان أول نسويه في المتحف، الحين اليوم كان في الفنون مركز الفنون، وشيء جميل إن الواحد يشوف أعمال الآخرين، كل واحد مشارك باللي هو يعني يقدر يسويه أو اللي حب يعرضه. أعمالي أنا بين كلاسيكية والتجريدية. هاي من المعارض المهمة اللي تقيمها الجمعية بشكل دوري، باعتبار أنه الخلاصة للمشاركات لمجموع الفنانين، سواء الفنانين السابقين اللي هو الجيل الثاني بالإضافة للأجيال اللي أتت في الفترة اللاحقة. طبعا المعرض هو فرصة لالتقاء الفنانين، والحمد لله أنه رجع مرة ثانية. والمعرض طبعا مميز بفنانين البحرين اللي هم الأعضاء طبعا بجمعية البحرين الفنون التشكيلية، واتمنى انه يعجب يعني الحضور، الجمهور الاعمال تعجبهم كلهم يعني.